السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة نجاة زيرية لهذا اليوم. دائما في إطار الوصفات الرمضانية، اليوم راح نتطرق إلى وصفة تقليدية عاصمية بحتة اللي هي الشوربة البيضاء. مكوناتها كما راكم تشوفوا سهلة وبسيطة، عبارة عن أولا دجاج، قطع من الدجاج. لازم يعني كما نقولوا نطير لانتونسيون تاعكم ونقول لكم باللي زمان كانوا امهاتنا يديروا بابسط يعني القطع كما كتقولوا، كما كتشوفوا هنا الجنوحتين، الظهر. انا تعمدت ان جبت هاد القطع هادوما باش تعرفوا باللي ما كانت تكلفي روحك في نوعيه الدجاج، يسيفي برك يكون عندك هاد القطع برك. دونك انا هنا درت شويه دجاج، قطعه دجاج، بصله، لازم تكون بصله كبيره، التوابل فقط فلفل الكحل، ملح، قرفة، وشوية عود. مكوناتها سهلة وبسيطة، قلت لكم ما تطلبوش بزاف توابل. مرسو تاع زبدة هنا ولا سمن، أنا درت زبدة. وللعقدة راح نديرو قارص، معدنوس، وصفار بيضة. هذه نشوفوها من بعد، نخليوها بجيه. نبدأ بالتحضير. أولا نروح نسبق في البصلة هذيك، نروح نرابيها ونرجع. نسيت في المكونات، عفوا ما قلت لكمش على الحميصه، راني جبتها هنايا حطيتها. دونك فوالا الحميصه اللي كنت نسيتها من قبل عفوا. دونك رابيت ديك البصيله تاعي، وفي البصله لازم هاد الوصفه تحب البصل. دونك قلت لكم هاد الوصفه عاصميه بحته، يديروها في رمضان خاصه، ويديروها في المناسبات والافراح. وفي رمضان يبدلوا، ماشي كل يوم شوربه حمراء، يبدلوا، مره يديروها بيضاء مره يديروا حمراء. كي تكون مثلا الجواز حمر يديروا شوربه بيضاء، وكي يكون الجواز بيض يديروا شوربه الحمراء. اون جينيرال سي كوم سا، ومليحه هاد الشريبه وخفيفه على المعده. وكاين ناس اللي ما يحملوش لي زيبيس، كاين اللي ما يحملوش القروصيه تاع طوماطيش، دونك يديروا هادي. اذا الطريقه نبدا بسم الله. هنايا راح نتبل الدجاج. الدجاج تاعي على بالكم دجاج يجي شويه صامت، دونك الفكره انك تحطي هكذا في حاجه، في معون، ديروا التوابل اللي هي فقط فلفل كحل وقرفه. زمان ما كانوش يديروا زنجبيل، انا ما درتش هنا زنجبيل، تعمدت لانها الوصفه الاصليه هكذا، وزنجبيل يدور شويه ليجيرمون لو غو تاع الشوربه. دونك انا اقترح عليكم تجربوها هكذا الاصليه. اي بروشين فوا الا حبيتوا، الا كنتم من هواة الزنجبيل، ديروا قرصه، راح تلاحظوا الفرق، تلاحظوا في لو غو فرق. الوغ اوطون الواحد كي يحافظ على التقاليد يحافظ عليها على مره. ندير البصيله تاعي هذيك هنا، راح ندير لكم اون بيتيت ماريناد. راكم تشوفوا نمحق مليح هذاك بيدي، لازم تستعملي الايدي هنايا. هذاك الدجاج ندخل فيه مليح لا 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 الماريناد تاعي اللي هي البصل والتوابل اللي قلت لكم عليهم، ونخليه شويه يرتاح. الا كان عندك وقت على الاقل ربع ساعه الى نصف ساعه، والا خليتيه نص نهار سي انكور ميو. انا هلا خليته ربع ساعه فقط. ما تستغربوش راح ندير نستعمل لا كوكوت، لاني انا نخمم مع النساء العاملات باش هكذاك ما يعجزوش عليها. بصح مانيش راح نخلي لا كوكوت في كامل البروسيسيس، دون سيغتان مومون فوزالي فوا كو راح نحيها. دونك شويه زيت، شويه زبده تاعي، ولا حبيتو السمن كانيت، ونقلي هذاك الدجاج ديالي. بعد ما تذوب الزبده تاعي هذيك، نحط طريفات تاع الدجاج يتقلاو مليح، ياخذوا وقتهم. مالغري شوفوني حنطيب في لاكوكوت، بصح هاد المرحله لا بد منها، تري 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 امبورطونت، باش تجيك المرقه شابه وعقده وخاثره وكلش، والبنه تنطلق، تاخذ وقتها. سني با باسكو جيتيليز اون كوكوت كو نغلق اي تو اكسيتيرا رابيدمون، نو. العويه تاع القرفه ما نساوهش، وهذاك البصل اللي مارينيت فيه بيان سور نعاود نحطو. الكل يتقلى في غردو، ياخذ وقته مع التقليب المستمر من لحظه الى اخرى حتى يتقلى داك الدجاج مليح، ويولي حتى في يعني كما نقولوا يشرب يدامو، يولي يعوم في دامو. اون با يوتيليزي سو تيرم اوسي. هاكا تشوفوا هنا نطوزطاني نقلب فيه. هاد المرحله تقدر تاخذ لك من 10 دقائق حتى تقريبا حتى 12 دقيقه هكذا كنتي تقلبي، ولا كان بتي فو سي انكور ميو. فوالا دونك قلبت وعاود خليته ودوق، نعاود نولي ليه توجور. هاوليك تقلب طبعو الشان، شوفوا راهو غير في زيتو، البصيله تاعو هذيك دبلت وتلقت وخطرت المريقه هذيك، وهذا هو الصح. سي لو سكري دو لا ريوسيت تاع شريبه البيضه. كاين يديروها البطاطا، انا قلت لكم وانا مسؤوله عن كلامي، اشرب البيضه العاصميه الحره ما ينديرلها لا والو، لا بطاطا لا والو، وهذا هي الوصفه. ومانيش عارفه الولاد على مود هادي يديروا البطاطا ويختروها ويرحيوها بوف. Vous allez me dire que c'est pas une science exacte, je suis d'accord. C'est pas une science exacte, طياب. Mais تقاليدنا سمحولي، je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord نخلطوها هكذايا. نحافظ على الوصفة، وإلا حبيت نوع ندير وصفة أخرى ونسميها اسم آخر. أنا هذا هو المبدأ ديالي. جو سي با، بتات كاين يوافقوني كاين اللي ما يوافقونيش، لكن أنا نحافظ على الوصفة اللي ورثتها عن أمي وعن جدتي، وجدتي ورثتها على أمها وإلى آخره، كما يديروا كامل البلدان المحترمة اللي حافظوا على تقاليدهم. نزيد الحميصة، هناني مرقت، زدت الحميصة، وطبعا التمراق معناه تزيدي الملح أيضا. الماء نديرو حدو قدو، باسكو مازال كي يطيب الدجاج مازلنا دوك تشوفون، نزيدو نمرقو، نحيوها من الكوكوطة، نحطوها في قديرة ويتبان، تبان التمراق، يبان كلش. نغلق على كوكو تاعي بيسك الدجاج راح نديرو لمده هنا، باسكو الدجاج هو شاف اي فري اي با كونجلي، دونك ندير واحد 18 19 مينوت با بلوس. هي بكثرتها على الحميصه باش طيب، ها باسكو الحميصه تاعي هنايا ماشي طايبه خضره. فوالا جازت المده كما قلت لكم، نحيت من الكوكوط، درت في القديره تاعي، صفيت الدجاج. هذاك الدجاج مو جي بريفيري لو ديزوسي. تحبوا تخليو الدجاج طريفات هكذاك خليوه، بصح انا هذوك كيما الجنوحتين والظهر ما نحبوش كي يقعد لي بعضامو هكذاك يدور لي في القدره، دونك جو بريفير لي زانلفي جور صافي بلو بروبر اي بلو نت. هاوليك التمراق راني مرقت، سما هنايا راهي غير الحميصه، البنات الحميصه راهي في القدره تاعي. هنا راني حنزيد نمرق شويه. فوالا قلت لكم مي او فون لا، يعني لا غوسيت انيسيال مي الدجاج مي ديزوسي وحشنا، كانوا يحطوه هكذاك مي اختياري كما حبيتم. من الافضل انك ديزوسي وتنحي له دوك الجلودات، تنحي له دوك العظيمات، سختو الا كان الظهر، سختو الا كانوا جنحتين كما قلت لكم، سي انكور ميو. مرقت، زدت الملح، نخلي هاد المريقه الشريبه تغلي. كي تغلي شوفوا البنات، الوغ الوصفه الاصليه او بيان ديري لها الفيرميسيل كما ني موريت لكم دوق، ولا ديري الرز. كاين بزاف اللي يديروها الرز، تجي كانه بنينه، بصح الا حديري قدره تاع يومين كما انا هذه حتجد لي يومين. انا شخصيا ما نحبش الرز كي يصبح غد من داك شغل يشرب دونك ميم، يعني زوجي تاني ما يحبش الرز، دونك انا ندير له الفيرميسيل. هنا ديت قيس لوش، بصح انا حنزيد من بعد شويه اوكي، مي يديروا لها الروز كانت وتجي لاباس عليها، ويخطر هذيك المرقه هذيك الشريبه وتجي لها الله. الروز دو بريفيرونس كي ديري تاع الروز دو بريفيرونس ديري، يعني كي تكون حتستهلكيها هذاك لو جو ميم، باسكو كي تصبح غد من داك كيما قلت لكم شويه ديزاغريابل. لو طون الفيرميسيل تاعي راهي تغلي، نروحو نحضروا العقده. سي اون ايتاب تري امبورطونت كان هنا. الوغ شوفوا البنات، هنا المعدنوس انا حندي 3 كويير جوسكا 4 باسكو على حسب القدره، الا كانت القدره كبيره على هادشي كثروا زيدوا. الوغ المعدنوس نزيد له صفار بيضه، ما ديريش الابيض باسكو الابيض يولي يلعب لكم بعدا في القدره، سي با جولي افوار. دونك نصفيو جوست لو جون دوف وعصره تاع قارص الله الله اوكي هايليك. اي ناخذو من الشريبه، ناخذو غريرف اون لوش، غريرف ولا زوج سا ديبون، باش نحلو به هذاك البيض. فوالا اي يفو با باش ما يطيبش البيض. ريغاردي رابيدمون كوم سا افيك لا فورشيت. حنزيد شويه هنا شويه مريقه. فوالا يتدرب. هذه هي العقده، هذه هي العقده. وما ديروش لو بلون، سي با جولي، من بعد تفسد لكم العقده، شربه تفسد الوجيهه تاعها تجي فاسده. فوالا راهي غلات، نسق من الملح، دوق نعقد باردون وي الدجاج، نزيدو هذوك طريفات تاع الدجاج نعاودو نرجعهم باش كي نعقدو ما بقاوش نخلطو ونجلطو، خلاص درنا كلش في وقتو في قانه على قانه. فوالا بيان سور تكون الحميصه طابت، سي بور سلا كو جي يوتيليزي لي كوكوت البنات، كوطا تاع الحميصه، واللي عندها حميصتها طايبه معليش تطيب ديريكت في القديره ديالها. ودوق هاي لك تغلي الفيرميسيل، طاب ما فيش الرويحه، فيرميسيل 5 دقائق هو طابلك. دوق نعقد القديره تاعي دائما مع التحرك، هذه الخطوه تري امبورطونت، شوفي ترمي العقده وانت تحركي باسكو سينو باش البيض هذاك ما يطيبش، جوست بور دوني هذاك اون بيل تيكستور لا سوب ديالنا، اون بيل كولور بلونش لا سوب ديالنا. فوالا هايليك، وعلاش ما نديروش البيض باسكو لو كان نديرو البيض البيضه كومبليت هنا هاد ليتاب سافا فوسي. فوالا والشريبه تاعنا يا حبابي راهي وجدت تقريبا، وجدت شوفوا شحال شابه، شوفوا شحال عاقده، وهذه هي الشوربه البيضاء تاع ناس الجزائر على قانيها. وطبعا كي تسقيها تزيدي لها من الفوق شمع دنوس، وتنحط لها قانيت القارص اللي حب يزيد لها القروصه، اعصي لها قنشه قارص. هاي لك شوفوا وجهها كيفاش، الوجهه تاعها كيفاش جات. فوالا مي شير، ان شاء الله تجربوها، اللي ما يعرفوهاش يجربوها ويعطيوني رايهم. Et je suis sûre que vous allez la réussir. Croyez-moi, elle est très très bonne. بالصحة ولهنا، وكل عام وأنتم بخير، وما تنساوش معا للمحافظة على التقاليد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.